أهلا وسهلا بكم في موجز الأهم الأنباء. تمكن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني من إسقاط طائرة تابعة لميليشيات حفتر بمحور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس. وأوضح مصدر عسكري للتناصح أن سرية الدفاع الجوي قامت بإسقاط الطائرة التابعة لميليشيات حفتر بعد محاولتها قصف المطار هذا وسقط ركام بمنطقة سوق الأحد. يشار إلى أن طيران ميليشيات حفتر يقوم بقصف الأماكن الأهل بالسكان، كما قام بقصف مدرسة القدس للتعليم الأساسية. تمكنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي بحكومة الوفاق من دحر ميليشيات مجرم الحرب حفتر والتقدم في عدة نقاط من محاور القتال. الغرفة وفي بيان لها سبت ذكرت أنها أسرت عددا كبيرا من أمن ميليشيات الكرامة، كما تمكنت من غنم عدد كبير من الأليات والأسلحة التابعة لمجرم الحرب حفتر حسب بيان الغرفة. وأضافت الغرفة أنها قامت بكمين لرتل مسلح تابع لميليشيات الكرامة في طريق الجريات مزدة، وألقت القبض على عدد كبير منهم وشاحنتين صهاريج وقود. نقلت صحيفة الأستامبا الإيطالية في تقريرها الصادر اليوم الأحد أن فرنسا تساعد حفتر في محاولته اقتحام طرابلس، مؤكدة وجود مستشارين فرنسيين بين قوات حفتر على الأراضي الليبية. أضافت صحيفة اعتراف من وصفته بمرتزقا مصري قبض عليه أثناء القتال في عنزارة بأنه جاء لطرابلس عن طريق الجفرة قادما من بنغازي بطائرة كانت على متنها 14 ليبيا و30 مصريا وستة مستشارين عسكريين فرنسيين. خرجت صباح الأحد أمام مقر البعثة الأممية بالعاصمة طرابلس مظاهرات مطالبة برحيل رئيس البعثة غسان سلامة. المتظاهرون طالبوا برحيل البعثة ورئيسها لموقفهم المنحاز من ميليشيات الكرامة وعدم اتخاذ موقف حازم بوقف الحرب وتجريم ميليشيات الكرامة ومجرم الحرب حفتر. وكد المتظاهرون في شعاراتهم على دعمهم الكامل لقوات الجيش الليبي وقوات الثوار المساندة لهم. ختام الموجز، إلى اللقاء.